كانت ليلة اعتنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذلل والابتهال، وحدثنا أن الله يغفر فيها بعدد شعر غنم بني كلب، وهي قبيلة من العرب معروفة ومشهورة بكثرة امتلاكها للأغنام، وعندها الأغنام الكثيرة والمغفرة لا كعدد الأغنام ولكن عدد شعر الأغنام، كم في كل واحدة من شعر. فالليلة ليلة مغفرة، والليلة ليلة فضل من فضل الله تبارك وتعالى، تعرض لها أيها المحتاج إلى ربه، أيها الفقير إلى ربه، أيها القادم على ربه جل جلاله وتعالى في علاه، تعرض لمغفرته، تعرض لنفحته بقلب يندم على ما كان من تقصير في جنب العلي الكبير، في ما بينك وبينه، فيما بينك وبين والديك، فيما بينك وبين رحمك، فيما بينك وبين جيرانك، فيما بينك وبين أصحابك وأصدقائك، فيما بينك وبين أولادك وذريتك، فيما بينك وبين مواقع عملك، فيما بينك وبين من جالست أو عاملت مجالسة ولو ساعة ومعاملة ولو واحدة في الدنيا، فإن الله سائلك عن كل تلك المعاملات وعن كل تلك المجالسات. وما تجالس اثنان وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما، هل أقاما حق الله فيها؟